هناك من يسجن لارتكابه جريمة، وهناك من يحاكم لإقدامه على السرقة، وهناك من يعاقب لمخالفته القانون، وهذا حسن. ولكن هناك أيضاً من يعذب ويتعرض للاعتداء والنبذ والإقصاء والتمييز والسجن والعقاب، ليس لأنه مجرم أو سارق أو مخالف للقوانين، بل فقط لأنه مختلف أو لأنها مختلفة، لأنه تفرد بحريته وجاهر بهويته الجنسية وافتخر بها. ليس لأحد الحق بتقرير مصير الآخر أو تحديد هويته أو ميوله الجنسية. ليس لأحد أن يقرر عنا في أي جسد نجد كياننا الأصلي ومع أي جندر نتماهى. هذا القمع وهذا الظلم وهذا الجهل هي تحديداً أصل البلا في بلداننا. ترى كم كان العالم العربي ليتقدم لو يركز المسؤولون على المآسي والمشكلات الحقيقية فيه، ولو يشفى رجال الدين وناس المجتمع من هوسهم بأجساد الآخرين وحيواتهم الشخصية والجنسية. أترك الجواب لكنا ولكم.